والآن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين وأميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. كشف مكتب التمثيل التجاري في لندن عن ارتفاع صادرات مصر من الخضروات إلى بريطانيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري لتحقق نحو 48 مليون و600 ألف جنيه استرليني، بزيادة تقدر ب 1.9% عن نفس الفترة من عام 2021. جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن سوق المملكة المتحدة لعرض وتغطية بعض النقاط التي تهم عددا كبيرا من مصدري الحاصلات الزراعية، وقد شارك في الندوة حوالي 50 شركة من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كورونا في الصين، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 65% لتصل إلى 80 دولارا و30 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.31% ليصل إلى 76 دولار و19 سنت للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى 3 دولارات وسنتين للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.63% لتسجل نحو 5 دولار و34 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الأسواق الخليجية اختتمت التعاملات على تباين وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار الطاقة، وحول المؤشر القياسي للسعودية خسائره صباح اليوم ليغلق مرتفعا 0.9%، كما زاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي في أبو ظبي بنسبة 0.2%، كما امتدت الخسائر لمؤشر قطر الرئيسي لانخفض بنسبة 0.2%. تتوقع عمان عجزا بقيمة 1.3 مليار ريال في موازنة عام 2023 أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. تتوقع عمان إيرادات بقيمة 11.7 مليار ريال ونفقات بقيمة 13 مليار ريال العام المقبل. من جهتها توقعت وزارة المالية أن يصل الإنفاق في العام المقبل بما يزيد عن 7% على الإنفاق المعتمد للعام الحالي. سجل الين أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع نطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام. سجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5% عند 132.25 ين، وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام بنسبة 46%، صعودا من الحد الأقصى السابق عند 25%. وكانت مكاسب الين كبيرة إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين، وانخفض الجنيه الاسترليني أيضا بنحو 3.4% إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر عند 160.34 ين. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ويوسف لتكمل ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.